لكن الاول ناخد عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر مشرف ومنور. حبيبي يا كريم الله يخليك حبيبي. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله حبيبي. هارد لك النهارده، قدمتم مباراه محترمه ولكن في النهايه كانت الهزيمه. الله يخليك. الحمد لله فضل ونعمه، بقول راضيين تماما عن الاداء واللعيبه ادت بشكل كويس جدا وادت المطلوب منها، لكن المباريات دايما عباره عن تفاصيل صغيره ما بتغلط طبعا قدام فرقه كبيره اكيد هتتعاقب يعني. صحيح. لكن الاولاد عملوا اللي عليهم بشكل كبير جدا، كابتن علي حتى شكرهم في اوضه اللبس وشكرناهم كلنا كاداره. وحد ذاته انت بتلعب فرقه كبيره واول هزيمه الموسم ده ان شاء الله، يعني يكون اخر هزيمه ان شاء الله. لكن بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، لسه محافظين على المكان اللي احنا فيه. طبعا المنافسه اشتدت طبعا. صحيح. النقط بقت قريبه، فده في حد ذاته هيعوز شغل اكتر واجتهاد اكتر ومذاكره اكتر، فان شاء الله نقدر نتعلم الدرس ونقدر ان شاء الله نذاكر تاني ونشتغل تاني، وان شاء الله رب العالمين اللي جاي يبقى احسن باذن الله. طيب انا مش هسالك على اي امور فنيه بطبيعه الحال النهارده، ولكن حسينا النهارده انه الشوط الثاني تحديدا فيوتشر ما كانش بنفس قوه الشوط الاول، يعني الشوط الاول فيوتشر كان قوي جدا، الشوط الثاني هل الامور كان لها علاقه بامور بدنيه ولا هبوط بعد الهدف الثاني لنادي الزمالك؟ والله كريم مش عارف، يعني ممكن اختلف معاك في الحته دي، لان احنا الشوط الثاني تقريبا احنا وان سايد جيم قدام نادي الزمالك وتقريبا هم ما لهمش فرصه خالص، واحنا دايما مهاجمين وهم رد فعل، احنا دايما الفعل وهم رد الفعل. صحيح. خاصه الشوط الثاني لما نزل ناصر ماهر لا تماما خالص، يعني انا شايف ان احنا حتى الشوط الثاني امتلكنا المباراه. يمكن الشوط الاولاني كان في نوع من الهجمات اللي هم جابوا هدفين واحنا جبنا هدف، يعني لا في حد ذات الماتش كله عامه احنا راضيين تماما عن اداء الاولاد بشكل كبير جدا. عظيم. بالمناسبه هو فين احمد عاطف؟ كان اولا كان مصاب وبعد كده كان عنده امتحانات، وكابتن علي فضل ان هو لما ينزل يبقى سليم جدا جدا، يعني لان هو كان مصاب وبعدين نزل وهو ما كانش الاصابه كانت اكتملت 100% فرجع الاصابه الجديد تاني، لكن احنا كان جاهز للمباراه ولكن الكابتن علي فضل ان هو ما يجازفش بيه، يعني هو وسعد سمير وعمر كمال وعلي الفيل وجنش طبعا. لا بس جنش يعني اصابته كبيره شويه. طيب كابتن عبد الظاهر، بالنسبه لاحمد رفعت سمعنا كلام في الساعات الاخيره انه ممكن يرجع تاني وتتقطع اعارته مع الوحده الاماراتي، الكلام ده مظبوط ولا غير صحيح؟ يعني لسه يعني ما اكتملش بشكل كبير يعني، لكن يعني انت عارف انا كنت في المعسكر بقى لنا 3 ايام، في المعسكر قبلها بيومين وده الثالث، لكن في حد ذاته رفعت لعيب كبير واضافه كبيره ومن اول ما ابتدى النادي وهو معانا ولاعيب كبير واضافه كبيره طبعا لاي نادي كمان. هو الكلام على الزمالك والمصري، هل الاثنين دول كلموكم فعلا؟ لا 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 تماما، انا الحاجات دي ما اتكلمت معاك كريم قبل كده ان الحاجات رجوع او بيع او شراء بتبقى مسؤوليه الاداره تماما، بنلغونا فيها احنا بنقول راينا وبنقول لنا كلام، سواء انا سواء الكابتن علي ماهر طبعا، وهو في الاول والاخر برضه الكابتن علي هو طبعا بيبقى له ان هو بيقول اللعيب ده تمام مش تمام. طيب في حد ذاته لا. كابتن عبد الظاهر بالنسبه للفرقه نفسها فيوتشر، هل في تدعيمات لحد ما يناير يقفل ولا خلاص كده الامور اتقفلت بالنسبه لفيوتشر؟ والله بشكل 99% يعني لا طبعا مش هنجيب حد خالص، لان احنا الحمد لله نمتلك سكواد كويس جدا، يعني احنا عاملين حسابنا من اول السيزون حتى من السنه اللي فاتت، في بدايه السيزون كمان دعمنا بشكل كبير على اساس ان احنا عارفين تماما ان احنا عندنا 4 بطولات بننافس فيهم وبنشتغل فيهم بشكل كبير، ومش لو جيت لجميع المباريات ما فيش حد في السكواد اسمه ما لعبش، حتى في تلاقي في بعض الماتشات بتاعتنا مش هتلاقي ان احنا عندنا تاثير بالغيابات، لان كله واخد جرعه التدريب نفس الجرعه التدريبيه اللي موجوده اللي بيديها الكابتن علي للعيبه الطريقه، فكله متحفظ وكله متمرن، فعشان كده بقول لك ان احنا دايما يعني انت النهارده فرقه ما بيغيب منها واحد ولا اثنين بتلاقيها اتاثرت، لكن النهارده غايب مننا تقريبا 5 اساسيين، يعني بتتكلم على علي الفيل وسعد سمير وعمر كمال واحمد عاطف، دي ناس اساسيه في الفريق، لكن ما حسناش بيهم لان اللي قدوا كويس جدا بشكل كبير، وده من مميزات الفريق السنه دي. صحيح.
صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر، عايز تخيل وجودك ووجود برضو الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه معايا، واقول لك بمسي عليه جدا الكابتن الكبير طبعا. بيمسي عليك. مساء الخير يا كابتن صالح. بيمسي عليك. مساء الخير يا كابتن زي حضرتك. حبيبي كابتن عبد الظاهر، رايك ايه في رحيل مارك كلاتنبرج عن لجنه التحكيم المصريه؟ اي خبرات انا بزعل عليها بشكل كبير جدا، يعني اي نوع من الخبرات او التجارب او اللي عاشوا تجارب او ليفل اعلى مننا احنا كنا المفروض نستفاد منهم بشكل كبير جدا. زي ما بدل ما بنروح نعمل ماتشات واحتكاكات، الاحتكاكات كانت عندنا والاكسبيرينس كلها كانت عندنا والتجارب كانت عندنا. ف انا بقول ان احنا اللي ما عرفناش نستغل الموضوع. احنا اللي ما عرفناش ناخد منه كل حاجه. لما اجي ادي واحد مرتب لازم اخد منه كل حاجه، كل حاجه. حياتي اللايف ستايل بتاع الحكم بيبقى عامل ازاي، ازاي يكون شخصيته، مش بس فنيات. لا، في بعض الناس عندها فنيات بس ما عندهاش شخصيه، ده الشيء المهم جدا في الحكام. يعني في بعض الناس عندها تكنيك عالي جدا ووقفته سليمه جدا ونظرته عاليه جدا لكن ما يمتلكش الشخصيه. الحكم ما هو الا ضغوط، وضغوط رهيبه. تصور ان واحد، لا الاثنين ما بيعترفوش بيه، يعني بني ادم واحد الفرقتين دايما معترضين عليه. فتصور ده عايز فنيات ولا عايز شخصيه؟ لا، عايز شخصيه رقم واحد. مظبوط، عايز شخصيه رقم واحد. اثنين، بعد كده الفنيات، ازاي ادير الماتش، ازاي اداره الماتش لوحدها ده فن كبير كبير جدا. ازاي اقدر اسيطر على اللعيبه جوه الماتش. صحيح. انا لما قعدت معاه في اول السنه واستدعانا كنت بكلمه في حاجه، ان احنا ان هو يجي للانديه، ان هو كان المفروض يجي حاضر اللعيبه، كان لان اول واحد بيعترض على الحكم هو اللعيب. فدايما لازم نثقف اللعيب. احنا اولا احنا كادارات مش مثقفين في التحكيم، كمديرين فنيين مش مثقفين في التحكيم، كلاعبين مش مثقفين في التحكيم. طب وانت زعلان عليا ان انا بعترض ليه؟ ما انا بعترض ممكن ساعات وبجهل. ليه؟ لان انا مش مطلوب مني ان انا ادرس تحكيم، لكن مطلوب ان الحكم يجي يدرس لي تحكيم. يعني احنا بره كنا في تركيا، كانت حصه التحكيم ده اجباري، كان عليها خصم، وخصم كبير جدا. فكنت بقول له لو سمحت تعالى شوف، انت النهارده لعبنا سيزون مثلا فيوتشر لعبت السنه اللي فاتت، تعالى قول لي النهارده ايه الاخطاء اللي وقعت فيها، وازاي انت كنت خاطئ يا عبد الظاهر وانت بتعترض انت والكابتن علي ماهر على الخط. لا، ده الكرة صح 100%، لان القانون بيقول 1 2 3. اللعيبه، الحالات بتاعتك اللي انت، حاجات كتيره قوي كانت بتتشرح لنا في تركيا. فعشان كده كنا بننزل الماتش كنا عارفين احنا ايه اللي علينا وايه اللي لينا. صحيح. فعشان كده انت عارف ان انت تطلع ايدك من جنبك وتشاور للحكم هناك كانت انذار. يعني انت بس عشان تشاور، بس انت تطلع ايدك بره، دي بره جسمك وتشاور عليه، ده كان بنت انذار. انت اديت ايه للحكم عشان تحميه. اثنين، هو الحكم الوحيد اللي في المنظومه لا ينطلق عليه انه بروفيشنال او محترف. صح. خالص تماما. صح. بيشتغل شغلانه واثنين. يا كابتن عبد الكريم، كابتن كريم، هقول لك تفصيله واحده وبعديها ممكن اقفل الحديث ده. لو الحكم ده بيعمل البدن بتاعه فين؟ بيتعالج فين؟ يعني بجد انتوا اهم واحد في المنظومه هو مهمل بشكل كبير جدا. صحيح صحيح. اثنين، انا ما شفتوش نزل الملعب، يعني ما شفتوش نزل مع، يعني ايه نزل الملعب؟ انا مش جايب راجل اكاديمي. انا راجل جايب راجل ده طور ناس كتير وخد تجارب كتير، ما شفتلوش محاضرات في قلب الملعب، ما شفناهمش ملعب هم بيقولوا الموقف ده والحاله دي يقدر يعملها ازاي، ولا اتعاملت معاه ازاي. صحيح. ولا ليه طردت فلان، ولا احنا ما شفناش. احنا انا بقول ان دايما احنا اللي خايبين. انا بطلق علينا كده، احنا ما استفدناش منه بشكل كبير جدا. اكيد اكيد خساره، هو اللي غلطان، احنا اللي غلطانين، لكن خساره، وخساره كبيره جدا طبعا للتحكيم. صحيح. يا ريت نتعلم منها. صح. يا ريت نتعلم منها. صحيح. بس مش نتعلم منك. الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.